خلي يوصل اول شيء. اذا وصل هو المغرب وشاف كرم الضيافه المغربيه وكيف الاستقبال، بعدين اذا بينزلون ارضيه الملعب، اذا ما يبغى ينزل ارضيه الملعب فهو يعتبر انسحاب له. لان هذه التيشيرت وهذه الفاينل هي الفاينل المعتمده. صحيح. فبالتالي ما عنده عذر هو انه ما ينزل الملعب. يعني ما في مشكله، حتى لو جو هناك ما لعب المباراه بيشرب التاي. ان شاء الله. هم الراعي اعتقد. لا بالعكس شوف المغرب اهل كرم وضيافه صراحه، اتوقع بيرد يعني بيكون في رد جميل. ان شاء الله. طبعا هو التاي تباب دحيمس تبع طلعوا الاماراتيين طلعوا بالكره، قال لي يشرب واتي التحميس. والله الا عالم هاد الاماراتيين تحفه، هادو ما خوتنا اماراتيين سواعد هكذا، كتحس انهم معك قلبا وقالبا، ماشي وحدين ديال خوا ديال المزوره حداك وكيشوفوا غير فين يضروك. طبعا المباراه القادمه اتحاد العاصمه الجزائري يصل الى المغرب لخوض المباراة الثانية أمام فريق نهضة بركان. أنا أعتقد بيكون استقبال كبير من المغاربة، وكذلك حتى الفندق اللي بيقام فيه طبعا مقر إقامة الاتحاد العاصمة في أحد الفنادق الفخمة في السعودية. طبعا دائما المغرب ترحب بالأشقاء، عكس طبعا اللي حصل في نهضة بركان في الجزائر. خليهم بجوع تسع سوايع تما، واش هذاك كاع الاستقبال هذاك ولا كرم ضيافه ولا اش ذاك؟ المطار وكذلك الامور التي ترتبت عليها طبعا من امور سلبيه، وطبعا الكاف اصدر العقوبات او حتى مازال عاد ما صدرش العقوبات دابا غير الان غادي نشوفوهم واش يقدروا يلعبوا المباراه في مباراه في بركان. نهضة بركان سيلعب بقميص، اذا كنتم رجال كما تدعون اعترضوا على قميص نهضة بركان في بركان. نيشان يا كونوا رجال وما تلعبوش، يلا كونوا رجال دابا وارفضوا لعب المباراة. ستنحبهم يا رقم عام. هل سيمتلك اتحاد الجزائر الجرأة؟ وحينما أقول اتحاد الجزائر أقول اتحاد الجزائر كرة القدم، وأقول السلطات الجزائرية. نيشان دابا الجزائر بحال القضية ديال البحر أمامكم والعدو وراءكم، لعبوها فينا هو النيف، ما لعبوهاش العقوبات وكل شيء، وغادي تشوف العالم غادي نشوف واش غادي يدير. حتى اعلى رجل هل ستمتلك الشجاعه والكبرياء والنخوه وترفض تلعب المباراه ما دام هاد كان سيلعب بالحميسيه؟ انت فينا هي الشابه، فين النخوه، فينا هو اللي فعل الكراغله. هذا من الصحفي اللي كنحترمو، اي واحد كيناقشه وكيدافع على بلاده كما هما كيهاجموا علينا كنحترمو. وعليه رايه المملكه كامله، وإذا لم تلعبوا ستخسرون المباراة أيضا 3-0. مرحبا بكم. دوزوا الفيديو آخر. واحد هذاك القرع، قرع ديال الهداف، ديال الهداف قال لهم وين فاش كتشوفوا هذاك إنفانتينو شنو قال؟ ناقصرو شوية مع الناس، ديرنا هذاك ديال إنفانتينو. صيفط هو يصيفط. أنا صيفط عليك. قال لك هذه خصنا نسمعوها. إنفانتينو خصنا نسمعوها. إنفانتينو جا للمغرب. جاي مع راسو حاضر الفينال ديال كاس افريقيا ديال كره القدم داخل القاعه، خرج قالوا لي قال لهم انا فرحان المغرب بلاد الكره ومغرب بويسونس، قال لهم راه سيتم بويسونس مونديال ماشي افريقيا. تمام. قال لك فاش كتشمئز؟ ما كيشمئز. اش ليك انت في هذا الشمئز؟ اش حرك شطاتك انت؟ واحد كيهضر على واحد البلاد اللي فكاه كتنظم ليه كتعطي صورة راقية لإفريقيا. هذا اللي كيقول لك اسماء الزور البارح، والبارح كان فرحان بانه لبس هذاك السلام اللي كيقولوا ليه البرنوس. قال لك حنا لبسنا البرنوس لالفونتينو، لبسنا الموتسيبي وما فيهمش خير. كيتسمى خير الفونتينو ما كانش فيكم هذيك الهضره. راه قال لهم لبسنا وما فيهمش خير، زعما راه بصحيت لبسنا. علاش باش نديروا مع السيجو ما قالش لهم هذاك؟ دير لنا نسمعوا القرع شنو كيقول. والقرع مالك زربان، دير الفونتينو عند حضوره الى المغرب تصاب بنوع من مش الاحباط، تصاب بنوع من انك تكره كره القدم. هذه ماشي كره القدم لما تصبح الامور بمثل هذه الوقاحه لصحتها. والله الا القرع جات مع القرع انت هكا بغينا الصحافه المغربيه، المعامله بالمثل، كما كيهاجموا نهاجم بالقرع. شو راس الفيتاس شو عبير؟ نستمع لما قاله انفانتينو عند حضوره منذ ايام الى المغرب. Ben, le Maroc s'est établi comme un pays. صراحة تصريحات يعني فوتونسال، يعني رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يجي على جال فوتونسال، مع احترامنا لهذه الرياضة ولكن فوتونسال، كون سامعين بها انتم فوتونسال، كون اختار يديروا كون.
دابا ما حملش على شي يجي للمغرب، قال كيجي على الفوتسال. الفوتسال الاخوان راه كاين، كاين عندها جمهور، كاين عندها محبين، كاين عندها شاشه الحقره يا الكره، لا كتحقروا كلشي وما عندكم حتى لعبه. يا ريت تكون عندكم شي منتخب كيحمر الوجه. افريقيا خطا يديروا مباريات تاع فوتسال وكيتسمعوا يتكلم كانه صراحه يتحدث على البرازيل كما قال لك الشيخ في الكواليس على البرازيل والارجنتين. المشكل انا هو قال كيهضر على البرازيل، وحنا البرازيل والارجنتين ضربناهم، وحنا حسب البرازيل، البرازيل جبنا العيون وضربناه والارجنتين جبنا العيون وضربناه. قال لك فاش كتسمعوا يشمئز القلب، وزعما الكره ما ما بقاش بغا الكره كاع، مالك انت كيعد فيك في الكره، كيعد فيك في الكره، مالك السيد فرحان بالمغرب لا ولكن الواعره مدوزين هادشي اللوغو ديال الراديو الفيديو ديال الراديو شافروني انا، شافر لينا اللوغو، شافر لينا الفيديو مخرج في عينيه. انتما خصكم تقدموا دعوة، دعوة المشكل مزيان ندوزو الفيديو اخر. كخص المعامله معاهم والله الا كخص واحد. ندوزو الفيديو اخر تعقلوا على هذا، قال لهم المغرب يلعب مع والو سوبر سي بورتي والو. يلا المغرب كونغو، الكونغو كونغو المغرب كون ديمقراطي، كون كونغو ديمقراطي على بالي صحيح. لا كرة يلعبوا مع والو سي بورتي والو يا سيبورتي دابا والو، انتم انتم اللي وليتوا والو. هذه البطوله في نسختين عام 2020 وعام 2022، وكان ايضا انتم لعبتوا مع والو وخسرتوا ب 3-0 في عام 2019 دخلتوا كتصفقوا الجمهور وكذا وخسرتوا 3-0 امام فريق الزمالك المصري. اذا حتى الان طاقم التحكيم ايضا لم ينزل الى ارض الملعب، فقط لاعبي اتحاد الجزائر. او هذه زرداء سانكس، هذه زرداء سانكس. ندوز الفيديو اخر. انتك جزائري؟ جزائري. والان دابا كيفاش تحس وانت في البلد ديالك الثاني؟ نحس مغربي. السلام عليكم. بونجور اتوس. الزول في الاول. امين. سي بوري اقول ما قدرتش. شو تأثر؟ علاش؟ ديك الشوفه اللي كان جايب على المغرب القلعة عكس لقاهم ضيافه ومحترمين وكذا وهذا، وطلب الوراق وعطاو الوراق. انت شوف تفضل تفضل. مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. شو المغاربه، شو حسن الضيافه والتعامل. Je suis avec un grand joie que je suis après de notre frère marocain. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vive Mohamed VI. Aïcha Mohamed VI. Shukran. L'homme le plus grand démocrate du monde. L'homme des droits. Le plus grand des droits de l'homme. Je peux pas exprimer, je peux pas exprimer, je peux pas exprimer. هذه هي الحال. شوف اي جزائري بغى يقول، يعني بغى يهضر بالمنطق وبغى يخدم عقله، راه غادي يقول لك ان المغرب راه احسن منا في التعامل، في الضيافه، في الاقتصاديا، ديبلوم، كلشي كلشي هربنا عليهم. غير دابا حنا بحال اللي قلتي، واحد هارب واحد معلق فيه في الجلابه، بغى يخليه عنده، بغى يخليه في النيفو ديالو. حنا ما مسوقين لهمش، غاديين في الطريق، ما نوقفوش، ما ندوروش، لان الا درنا ولا وقفنا غادي اعطيناهم فرصه باش غادي نتعطلوا معهم، ما بغيناش نتعطلوا. داكشي باش كي قلت المغرب حنا ما بغينا لا حرب لا والو، حنا بغينا السلام. لحقاش الرويضه العجله ديال التنميه غاديه، علاش غادي نوقفوها باش ندوروا الكراغله موسخين شادين طوابير على الحليب ما لقاو حتى ما ياكلوا. لا الاخوان، ندوزو الفيديو اخر. اهلا وسهلا بكم، مرحبا اينما كنتم، طاب مساؤكم. هنا من كورنيش مارتين، وتحت احداث التي وقعت هناك بالجزائر حينما منعوا بركان من دخولهم بالخريطه الوطنيه المغربيه من طنجة للكويرة. الخريطه مكموله، وهي الخريطه التي نعرفها نحن المغاربه ولا يمكن التنازل عليها. نيشان لكن دعني أقول شيء
شيء في المغرب لو مال قلبي عن هواك نزعته وشريت قلبا في هواك يذوب آيات حبك أيها المغرب بصحرائك أحكمت نعم من قال إني عن هواك أتوب أيها المغرب تحياتي الشوالي ديالنا إخوان وصلنا لأخير هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب والعزاء الكراغيلة ديما مغرب من طنجة للكويرة السلام عليكم.